خايف يكون افيه في الاخر، بس انا هعمل جايزه باسمي. الدكتور اشرف قال لي كده. خلاص ده شرف عظيم ليا. تحياتي لسياده المحافظ، تحياتي للفنانه القديره العظيمه، وكم سعادتي اللي جازيتي باسم سميحه ايوب. انا مش عايز حاجه من الدنيا تاني. شكرا. شرم الشيخ بيحصل فيها ده، انا بدعو العالم كله، كل الدول، انه احنا الحمد لله رب العالمين، ربنا سترها معانا، والحمد لله احنا ما عندناش كورونا الحمد لله. احنا بنلبس كمامات عشان ما يجيلناش كورونا ولا الكلام دوت، ما يجيلناش كورونا من بره، احنا الحمد لله ما عندناش كورونا. احنا الحمد لله زي الفل. بدعو كل الناس انهم يشرفونا في بلدنا، اهلا وسهلا بكم في مصر. هدعو كل اصدقائي، ووعد ان انا باذن الله السنين القادمه نازل ابقى موجود في شرم الشيخ اثناء المهرجان وبعد المهرجان. عشان مجرد وجودنا في مهرجان زي ده شرف لينا احنا. اشكركم.